خلينا نروح بقى للسؤال تاني. الحاجات اللي عملتوها وكانت بتوفر لكم فلوس وتخلي الميزانية كده ايه محبوكة معاكو وما تفرطش منكو وما تبقاش ماشيين وتقولوا الميزانية خرمت، كانت ايه في التجهيزات بتاعة الجواز بتاعتكو عملتوها وطلعت تيبس اند تريكس ناجحة؟ لا، في كتير طبعا. يعني هو اول حاجه طبعا ان احنا اي حاجه كنا بنلاقيها قدامنا بعد من زمان كنا بنشتريها، ما كناش مثلا بنستنى بيتر لغايه برايس او حاجه. لا بيتر برايس او كده، والحمد لله احنا عملنا كده ان كل حاجه بتغلى يعني. وطبعا يعني نحاول اي حاجه عندنا اوبشن نقسطها يعني، ده خلاص. حتى لو if we have الموني بتاعها دلوقتي، بس التقسيط بيخلينا نشتري حاجات اكتر مثلا في الوقت ده. تاني حاجه برضو في كده نظريه انا وحمدي ماشيين بيها من اول التجهيزات، انه let's flip a coin. اوكي، ليه بقى؟ يعني انا مثلا دلوقتي حمد let's say مثلا حمدي خيرني ما بين الرخامه الخضراء والرخامه البيضاء، اوكي مثلا يعني، ولتس say ان الرخامه الخضراء ب 10 اضعاف الرخامه البيضاء، اوكي، وانا مثلا ايه عايزه حاجه منهم بس مش عارفه انا عايزه ايه. فاحنا بنقرر الموضوع ده ازاي؟ بنفليب كوين. اوكي، فاول ما بنيجي نرفع الكوين كده وبينزل، ببقى انا مثلا في مخي بقول لا يا رب يبقى ملك مش كتاب، عشان خاطر انا عايزه الرخامه الخضراء. فاحنا ماشيين بالموضوع ده من اول الجواز بجد. هو يقول لي مثلا انت عايزه تعملي كتب الكتاب فين؟ فنفليب كوين، لو ملك هيبقى اوت دورز مثلا، لو كتابه هيبقى اندورز، نفليب كوين فاقول له انا بصراحه عايزاه تكون ملك، وملك وهو يقول لي مثلا انا بصراحه عايزه تكون كتابه. فبنبقى عارفين احنا حاسين بايه بجد، وبجد هي حاجه تبان تافهه بس بجد بجد بس هي يعني ممكن احنا ما تكونش واضحه شويه. احنا يعني انا هبسطها شويه. هي مش فليب كوين اللي هو احنا وحظنا. لا، هو ممكن انا عارف ان شهندا عايزه تعمل حاجه معينه، بس هي من جواها، او انا يعني انا شايف انها عايزه مثلا عايزة أعمل عايزه حاجة حاجه، تانية أكتر. بس هي من جواها عايزه تعمل حاجه تانيه اكتر، ونفس الكلام انا. فانا بناخد قرار اللي هو اكننا يعني بناخد قرارنا لوحدنا وبنوريه لبعض، ونشوف في الاخر بيطلع فعلا قراراتنا تقريبا كلها كانت زي بعض. فدي بقى بتفرق في ايه مثلا؟ ان انا مثلا ايه علاقتها بالميزانيه؟ ان انا لو عايزه حاجه اكتر من حاجه بعرف بقى في لحظتها، بقول له لا انا فعلا طلعت عايزه ده اكتر من ده فهنصرف في دي، او لا طلعت مثلا عايزه دي اكتر من دي فمش هنصرف في ده. فدي بتخلينا نكمبرومايز اسهل يعني الطريقه دي. بس طبعا يعني كميزانيه وكده it's all about compromise يعني، you never have، عمرنا ما هناخد كل حاجه اللي احنا عايزينها يعني.